ياسر هو اللي بعتك ليا؟ ياسر بيه ما يعرفش ان انا عندك دلوقتي، وجايز لو عارف يزعل مني. يعني انت جاي لي من نفسك؟ انا جاي لك بالاتفاق مع هاني صرني. وجاي تبيع لي ايه؟ هدنة طويلة مع مستر ياسر. هدنة؟ الجيم اللي بينكوا تعبك على قد ما تعب، وانتوا الاتنين مش هتعرفوا تركزوا في شغلكوا طول ما انتوا بتحاربوا بعض. بس انا بقى ما بعرفش اشتغل الا ما يكون في حرب. ما كنتش فكرت تخلص مني. اخلص من مين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طمن، انا الشاهد الوحيد، يعني لو سكت محدش غيري هيبلغ عنك. ده انت جاي تهددني بقى؟ انت لو وافقت على الهدنه ولا انت ولا مستر ياسر هتحتاجوا تهددوا بعض. بس كل هدنه وليها شروط. اقعدوا مع بعض واللي ليه حاجه عند التاني هياخدها. ومين يضمن لي ان انا اخد حقي منه؟ انا. ياه، للدرجات دي كلمتك مسموعه عنده؟ ما تنساش ان انا اللي انقذته من الموت، يعني بقى عارف كويس قوي ان انا مش عايز حاجه غير مصلحته. باشا، احنا عايزين نقوم هنا زي الاول واحسن كمان. وماله؟ بس بالنسبه للمخازن اتحرقت والشيكات اللي اتسرقت، خسائر المخازن قد ايه يا ريس؟ 10 مليون جنيه. نعم؟ ليه يا نعيم؟ كنت بتخزن فيها دهب وانا ما اعرفش. ياسر بيه، احنا اتفقنا تسيبني انا اللي اتكلم. اتفضل يا عيسى. هنقول خسائر المخازن 5 مليون والشيكات كانت ب3، يبقى انت ليك في ذمتنا 2 مليون جنيه. اه بس ده قليل قوي. انت رضيت بحكمي من قبل ما نقعد. وبالنسبة لل 2 مليون هاخدهم ازاي؟ لا انت مش هتاخدهم. مش فاهم. دول بقى هنعتبرهم عربون صلح قصاد الرصاصة اللي جت في كتف ياسر بيه، واللي الحمد لله انها ما جاتش في القلب. ساعتها بقى ما كنتش هتقدر تفدي نفسك بأي فلوس. أنا موضوع الرصاصة ده ماليش علاقة بيه خالص. خلاص. أنا برضو ماليش دعوة بموضوع المخزن اللي اتحرقت. وبالنسبة للمناقصة اللي خدتها مني أنت ومال غزالي. لا يا نعيم. دي اعتبرها رد توكيل المانيا اللي انت خطفته منه في اخر لحظه، صح؟ بيتهيألي كده هنقوم حبايب وهنفتح صفحه جديده. كنت رايح فين؟ ده انا كنت جاي لحضرتك. أنا قريت الملفات اللي أنت بعتها لي. إحنا لو قدرنا ننفذ الكلام ده بجد هنبقى وفرنا كتير قوي من ميزانية المشروع. لا ولسه هنوفر أكتر من كده كمان. هو انت كنت جاي لي ليه؟ مستر ياسر اداني مكافأة عشان صالحته على نعيم. حكالي كان راجع مبسوط قوي امبارح. وقال لك المكافأة كام؟ الصراحة لا. 10,000 جنيه. انا ظهرت لحضرتك الشيك وكنت جاي لك دلوقتي علشان اديهولك. ليه؟ انت ناسية السلفة اللي انت اديتيها لي؟ الدين اللي كان عليا المهر؟ ما انا اكيد مش هاخد المكافأة اللي انت لسه ما لحقتش تفرح بيها. لا، انا مش هفرح الا لو سددت الفلوس اللي عليا. ومين قال لك انك تسددها؟ اعتبرها مكافاه مني انا كمان. مكافاه؟ على ايه؟ على الفلوس اللي هتوفرها من الميزانيه. انا اسف. جري يا جماعه، ما يصحش كده. وانا داخل منطقه عسكريه ولا ايه؟ معلش يا فندم، تعليمات امنيه. أمنيتي إيه وبتاع إيه؟ ده أنت ناقص تسحب الرخص مني يا راجل. إحنا آسفين لحضرتك يا فندم. خلاص يا ابني، خلاص. معلش يا مختار بيه. إيه ده؟ ما يصحش كده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ معلش إحنا آسفين حضرتك. ده شوية شوية كانوا هيفتشوني تفتيش ذاتي. لا لا مش للدرجة دي. الشباب بس لسه جداد ما يعرفوش كل الناس اللي بتيجي الفيلا. اتفضل، دخلوا عربية البيش جوه. الله العظيم يا رب. المهم طمني عليك أنت. الحمد لله. رانيا قالت لي إن مامتك مش موجودة في البيت. ايوه. انا فاكر ان حضرتك جاي عشان ترجعها المطعم. لا المطعم ايه، انا جاي لك في موضوع اكبر من كده واهم من كده بكتير. يا رب خير. خير ان شاء الله. طبعا انت عارف ان انا ووالدك كنا
أصدقاء قريبين جدا من بعض، وفي الحقيقة هو كان وصاني عليكم قبل ما يموت، وأتمنى إن أنا أكون قمت بدوري على أكمل وجه. كتر خيرك. بكرة لما تكبر وتبقى في سني وتبقى محتاج حد ياخد بإيدك ويونسك ويكمل أحلامك اللي لسه فضلك في الدنيا، هتحس بتعرف الكلام اللي أنا بقوله كويس. في الحقيقة أنا طورت ستات كتير قوي أعرفهم، بس ما لقيتش أحن من والدتك. بص بقى، من غير لا لف ولا دوران، أنا جاي أطلب إيد والدتك منك. أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. لا، أنا مش عاوزك تقول حاجة، أنا عاوزك تسألها الأول. أسأل مين؟ والدتي؟ هو من الواضح إن أنتوا كده بقى شكلكم متفقين. لا لا لا، احنا مش متفقين ولا حاجه، ده حتى هي ما تعرفش ان انا جاي اكلم معاك في اي حاجه، بس اللي انا متاكد منه ان هي كمان محتاجه حد يونسها ويقضي معاها بقيه حياتها، خصوصا ان انت واختك طول الوقت في الشغل وهي طول الوقت قاعده لوحدها في البيت. انت بتتكلم جد؟ كان عندك حق يا سلمى، يارا رفضت تقعد مع اي حد غيرك. انا ما كنتش هوافق تقعد مع حد غيري اصلا. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا سلمى. أنا اللي مش عارفة أشكرك إزاي. يارا هتونسني وتسليني لحد ما ترجعوا، صح يا يارا؟ صح يا سلمى. طيب. دي الشنط بتاعتها، وأنا اتفقت مع أتوبيس المدرسة يجي ياخدها من هنا. أنا هطلعها كل يوم للباص بإيديا، وهرجع من الشغل بدري وهقعد معاها. حبيبتي خلي بالك من نفسك، أوكي؟ ونسمع كلام طنط سلمى. بحبك. خلي بالك من نفسك. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا سلمى. خدي بالك منها يا سلمى والنبي. خلي بالك من نفسك، انت عارفه انا بحبك قد ايه. يلا حبيبتي يلا قومي، يلا بينا، عندنا طيارة لازم نلحقها. باي يا سلمى. يلا بينا. خشي. يلا يا حبيبتي، يلا معلش، لازم نسافر. يلا بينا. باي يا حبيبتي. الفايل اللي فيه كل الاوراق لازم تمضيها لغايه ما ترجع الشركه. طيب اقعدي شويه عشان عايزك. في ايه؟ تخيلي انكل مختار جالي وطلب ايد ماما للجواز. ايه ده؟ شكلك ما استغربتيش ولا حاجه. هو انا كنت عارفه انه هيجي لك، بس ما كنتش فاكره انه بسرعه قوي كده. اوكي. لا بس هو باين عليه مستعجل. انت قلت له ايه؟ لا لسه ما قلتلوش اي حاجه. مامي عرفت؟ بصراحه مش عارف ازاي هيجيلي الجرأه واتكلم معاه في موضوع زي ده. تحب انا اكلمها؟ مش هتفرق كتير. المهم نفكر ونتفق هنرد نقول له ايه. هنرد عليه باللي ماما هترد بيه. لا هما اكيد متفقين ومظبطين كل حاجه، لان عمره ما هيجيله الجرأه او الشجاعه انه إيه يكلمني كده من غير ما يرجع لها. ياسر انت اصلا عندك مشكله ان هو تتجوز انكل مختار؟ اكيد طبعا، انكل مختار او غيره اكيد، يعني مش وافق ان حد يجي هنا البيت مكان ابويا.
وبعدين يا ريت بقى انت كمان تبلغيها ان هو جه وكلمني في الموضوع. وبلغيها كمان ان انا مش موافق خالص. ناقصه ايه؟